السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا مامي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. لو سمحتوا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب للقناة عشان أكبر عدد يستفاد، وأي حد بيخش يشوف أي فيديو بيستفاد منه. بعد إذنكم شجعوني بأن انتوا تعملوا سبسكرايب، وشجعوني بأن انتوا تكتبولي كومنتات تحت كل فيديو. النهاردة هناخد My Family Tree، تمام، اللي هي شجرة العيلة، تمام. هقولكوا كل المعلومات اللي لازم اي حد يعرفها عن الفاميلي. اول حاجة هعرف ابني ان فاميلي يعني عيلة، تمام. هقوله هعمله شجرة وارسم له نفسه هنا، اقوله مي انت هنا اهو، انت اهو، ومين واختك اهي سيستر سيستر، واخوك يعني براذر براذر، تمام. دول انتو شيلدرن، انتو شيلدرن، شيلدرن يعني اطفال، تمام. وبعدين في فوق مين؟ father بابا، وفي mother ماما. دول اسمهم ايه؟ اسمهم اباء، parent parent parent. وفي مين تاني؟ في grandfather جده، وفي grandmother نانا. دول اسمهم ايه؟ اسمهم grandparent grandparent، تمام. تعالوا بقول لكم المترادفات اللي موجودة في درس الفاميلي. اول حاجة عندنا مامي بتساوي mother، دي ام ودي ام، مامي mother. وفي دادي father، تمام. وبالنسبة للبراذر والسيستر دول children اطفال، دول children، تمام. بالنسبة للfather والmother اسمهم parents اباء، بالنسبة للgrandfather وgrandmother اسمهم grandparents يعني اجداد. بالنسبة للgrandfather ممكن اقول grandpa، وبالنسبة للgrandmother ممكن اقول grandma، تمام. يبقى father او daddy، mother او mommy، في grandfather او grandpa، grandmother او grandma، تمام. دي تخلينا نرجع تاني لللايف ستيج بتاعت الهيومن، نرجعوا تاني لللايف ستيج الفراج واللايف ستيج الباترفلاي. بالنسبه للهيومن بيبقى بيبي، وبعدين بيبقى بيبي رضيع، وبعدين بيبقى child طفل، وبعدين teenager اللي هو المراهق، وبعدين adult اللي هو البالغ. وطبعا طبعا الاغنيه المشهوره بتاعت الفاميلي تري اللي هي بيبي شارك، سمعها له كتير، مامي شارك دو 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 دو، بابي شارك دو 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 دو، اللي عيالنا مصدعيننا بيها طبعا. دي كل حاجه عن الماي فاميلي تري، عائلتي، ويا رب تكونوا استفدتوا. وانا لميت لكم فيها كل حاجه، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، وما تنسوش ان انتوا تشجعوني في الكومنتات، شجعوني يا جماعة، شجعوني شجعوني. وشكرا جدا ليكم، وشكرا لمتابعتكم، ويا رب تكونوا بتستفادوا معانا، وشكرا.